السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كورس إعداد البيم كوردينيتور. طيب إيه موضوع الكوردينيتور؟ طيب دلوقتي لو إحنا عندنا فريق كورة وجايب أفضل فريق كورة من كل أنحاء العالم، جايب ميسي ومحمد صلاح بابا والحاجات دي كلها، ونزلتهم من غير ما تنسق بينهم أو تقول لهم مين اللي هيلعب يمين مين اللي هيلعب شمال، هيوصلوا بعض إزاي، هيبقى في هجوم ولا في دفاع، فهتلاقي في ربكة في الملعب لان مفيش حد قادر ينسق بينهم، على الاقل واحد منهم هو اللي بيبقى مسؤول عن التنسيق. فهي دي الفكره كلها، لو احنا شغالين في المشروع وكل واحد شغال لوحده بس مفيش تنسيق بيننا وبين بعض، بين الاقسام المختلفه، المعماري والانشائي والصحي والتكييف والفاير والكهرباء، هتلاقي مشاكل كتير جدا اثناء ما انت شغال في الموقع. فمطلوبه من البيم كوردينيتور ان هو ينسق الشغل ده. طيب البيم كوردينيتور مش شغلته ان هو يحل المشاكل، لا، شغلته قبل كده، قبل ما تظهر مشاكل ان هو يعالجها، ان هو بيقعد مع الناس قبل ما تبدا شغل ويتفق معاهم، يقول لهم مثلا في المكان دوت التكييف هيمشي يمين والكهرباء تمشي شمال والدرين هيبقى هو اللي فوق والحاجات دي كلها، ينسق الشغل بينهم بحيث ان هم لما يشتغلوا المشاكل ما تبقاش كتيره، فما يستناش المشكله تحصل وبعد كده نقدر يحلها. لا، فكرة إن احنا ننسق الشغل بيننا ده هيقلل المشاكل بشكل كبير جدا، لأن كل واحد هيبقى عارف ايه المكان المسموح إن هو يمشي فيه. فلازم يكون البيم كوردينيتور أو الكوردينيتور عموما قبل الشغل إن كل واحد يبدأ يشتغل، لا، لازم ننسق، وكل أسبوع بنبدأ نشوف المشاكل ونحلها. فالبيم كوردينيتور بيعمل كلاش ديتكشن ويشوف المشاكل فين ويبعت لكل واحد أنت المفروض أنت تحل المشكلة ديت، كل مشكلة شوف مين المفروض إن هو يحلها. ويدرب الناس على البرامج الجديدة والشغل، ولو في أي حاجة جديدة يعرفها لهم، لو في أي حد عنده مشكلة في الفاميلي يبدأ يعملها له، يبدأ لو أي حد محتاج أي معلومة يديها له، بيعمل تقارير بالشغل ماشي ازاي وكل واحد شغال معاه في الفريق، كمية الإنتاج اللي عنده، ايه المشاكل اللي عنده، ايه الحاجة ازاي نقدر نحل المشاكل ديت. مع الموديل بقى المفروض ان هو بيعمل صيانة للموديل، كل شوية يعمل نسخ احتياطي منه، بيبدأ يحل المشاكل في النموذج، يبدأ يعمل تفتيش، يبدأ يعمل يشوف ايه المشاكل اللي موجودة في الستاندرد والحاجات اللي المفروض تسلم، الأسماء اللي المفروض هنسمي بيها. بيساعد البيم مانجر ان هو يعمل التمبليت كويس، بيتأكد ان الناس شغالة على الكود ولا لأ، لو في اي كلاش تكشن يبدأ يشوف مين اللي المفروض يحلها، يعمل تقارير اللي ودي. زي برضو ليه شغل كتير مع التكنيكال اوفيس، لو في اي اسئله يقدر يجاوب معاها، يقدر يتبادل معاهم البيانات، كل شويه مثلا عندهم اي استفسارات يجاوب عليها، ممكن يكلف حد مثلا هو يدربهم على موضوع البيم بحيث ان الار اف اي يقل، السايت تيم ورك برضو يبدا يتاكد ان الشغل ماشي مظبوط، ان مفيش حاجه متعطله، لو في اي معلومه ناقصه يبدا يديها لهم. مع البروكيرمنت بيبدا يديهم تواريخ الحاجات اللي المفروض نستلمها امتى، بحيث ان مفيش حاجه تيجي تتركن ويبقى دفع فلوس قبليها، بيبدا يعمل حصر للمواد والتاريخ بتاعتها. طيب لازم البيم كوردينيتور يكون عنده بعض الصفات القياديه عشان يقدر يقود فريق العمل، وعنده قدره على التواصل وقدره على الاداره وشرح الافكار، ويكون عنده إمكانية لحل المشاكل، ويكون عنده خبرة في أحد المجالات المعمارية والأنشائية والكهرباء والميكانيكا، وعنده بعض المعلومات اللي ممكن تفيده في بقية الديسيبلين، أو عنده استعداد إن هو يسمع الناس ويفهم منهم عايزين إيه ويعملها لهم، ويكون كويس لو هو عارف البرامج دي اللي هم شغالين بيها بحيث إن هو يقدر يعمل لهم سبورت لو في أي حد عنده أي مشكلة. فنقدر نقول البيم كوردينيتور بيختلف عن البيم سبيشاليست العادي، ان هو مش مسؤول عن شغله بس، مسؤول عن شغل الاخرين، وبيبدا ان هو ينسق الجود بينهم، وبيساعد البيم مانجر. والفرق بين البيم كوردينيتور والبيم مانجر ان البيم مانجر بيبقى عنده حضور الاجتماعات اكتر، مسؤوليه ان هو يحضر الاجتماعات اكتر، ان هو يحط الستاندرد، وبعد كده البيم كوردينيتور يتاكد ان احنا شغالين على الستاندرد ولا لا. لو شركة صغيرة بتدمج البيم كوردينيتور والبيم مانجر مع بعض. واحنا ان شاء الله في الكورس ده هنركز على الحاجات المهمة للبيم كوردينيتور.